Israel. القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا وفوق كل ذلك الله غايتنا ولا خير لهذه الأمة لا خير فيها ولا خير لها ولا نهضة إلا بالشريعة الإسلامية. أعاهد الله وأعاهدكم جميعا بغض النظر عن المكتوب أو النص، وإن كان النص سيكون إن شاء الله معبرا حقيقيا باتفاق الشعب المصري العلماء. رأينا حلم الخلافة الإسلامية، حلم أرض الخلافة يتحقق بإذن الله على يد الدكتور محمد مرسي ومن معه من إخوانه وجماعته وحزبه. ستعود الولايات المتحدة العربية على يد هذا الرجل ومن معه إن شاء الله. بكرة مرسي حرر غزة. أنا مصر بكل عزة. على القدس رايحين شهداء بالملايين. على القدس عيون كل اليهود طيار النعاس. يلا يا عشاء الشهادة كلكم حماس. نعم، كل عشاق الشهادة هم حماس، ونقولها من هنا من المحلة من قلب الدلتا من قلب مصر، وليسمع العالم جميعا، ولن نوري ولن نواري ولن نداهن. نعم، هدفنا القدس، سنصلي في القدس او ننال الشهادة على اعتاب القدس. Apart from the strategic place that Egypt has with its borders with Israel and the rest of the Muslim world, and the strong wealth of population and the kuffar, they know if Egypt to be guided, the rest of the Middle East will be guided, and if the rest of the Middle East is guided, the rest of the Muslim world will be guided. That's why we talk about Egypt. That's why Egypt is so important. And we are here at a turning point. And my respected brothers, Egypt, it's always been the fortress of Islam. Always. مجلس شورى العلماء وقرر المجلس بالإجماع دعم الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية وتأييده. أحبائي جميعا، أتوجه إليكم بحمد الله سبحانه وتعالى. نحمد الله جميعا على بلوغنا هذه اللحظة التاريخية.